طلابنا الأعزاء، نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بقناة حياتنا أور لايف. نرحب بكم جميعا وندعوكم للاشتراك في القناة وأيضا لمتابعة بقية فيديوهاتنا، ولدينا الكثير من الفيديوهات الأخرى موجودة على قوائم التشغيل، ويمكنكم الضغط على playlists ومنها تستطيعون أن تشاهدوا جميع الشروحات من الصف الأول للعاشر، ويمكنكم أيضا برضو أنه تشوفوا كل نماذج الامتحانات المقترحة برضو لكل المواد. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا، ونبلش مع بعض في مادة اليوم. مادة اليوم سهلة كتير وبسيطة، وأكيد نفتح مع بعض على Team Together منهاج الصف الأول الإنجليزي الجديد، مادة أو كتاب التمارين الأكتيفيتي، والدرس الرابع من الوحدة الثالثة Language Practice Number 3. Listen and Circle. الآن مطلوب منا نحن يا أول إنه نحن بدنا نختار الصورة الأولى، إلها ثلاثة خيارات A B و C، والصورة الثانية نفس الشيء، وكمان الصورة الثالثة. خلينا نشوف مع بعض عن شو رح نحكي بالضبط. If I am talking about the whiteboard, then we have to circle A. If I am talking about the window, then we have to circle number B. If I'm talking about the door, then I am circling number C. Okay? So خلينا نبلش مع بعض في هذا السؤال. بالبداية خلينا نشوف 3-8. Okay, من خلال المنهاج teacher's book. إذا منفوت على 3-8 وخلينا نستمع مع بعض ل number 1. Okay, just focus with me. بدي اياكم تركزوا معاي مظبوط يا أول، تمام؟ يلا نبلش مع بعض. أول فقرة موجودة عندنا is that a girl is talking to a man. بتقول له يا أول what's this. It's a window. What's this? It's a window. It's a window. Excellent يا أول، ممتاز، شطورين. إذن it's a window، نيجي بنحط دائرة على الويندو. خلينا نقرأ number 2. Number 2. What's this? It's a whiteboard. What's this? It's a whiteboard. It's a whiteboard. Excellent، ممتاز، شطورين يا أول. إذن هذا اسمه whiteboard، فبنحط عليه دائرة. Let's go to number 3. What's this? It's a door. What's this? It's a door. It's a door. Excellent يا أول، شطورين كتير. الآن شو مطلوب منا هون في هذا التمرين الثاني Viewing and Presenting؟ مطلوب منا that we have to draw and share. خلينا نشوف شو بدنا نرسم هون وكيف نحن بدنا نشيره هذا. هون شو المطلوب؟ أوكي، هون أعزائنا مطلوب منا أنه نحن نعمل Partial Drawing. شو يعني Partial Drawing؟ إنه هون عنا جزء من هذا الشكل هيو مرسوم وجزء ثاني غير مرسوم، فنحن بدنا نرسم الجزء الثاني يا أول، يعني بدنا نعمل زيه بالضبط بس بشكل معكوس، تمام؟ يعني ممكن نعمل زي هيك بالضبط نفس الشكل اللي أمامنا بس نعمله بشكل معكوس، تمام؟ طيب يعني هون عندك مستطيل بدنا نرسم هون كمان مستطيل، عندنا هون كمان مستطيل بدنا نرسم كمان زيه، أوكي؟ هذا المستطيل نحن بنسميه window. اوكي ام سوري، هون غلط، بنمحيها. اوكي هون برضو انتو اشطر مني، فيكم ترسموا وتجيبوا الرولر. اوكي اول نستخدم الرولر، تمام، وممكن نرسم بشكل مرتب اكثر، تمام. طيب هون ممكن نلون كمان الوان كتير حلوة. اوكي هذا نحن بنسميه partial drawing، اللي هو الجزء المنتصف هذا عم نكمل رسمه. اوكي هاي بالنسبة لهذا التمرين، بس بدي اياكم تعرفوا انه this is a window. All of it we can call it it's a door، تمام؟ يعني هذا كله من برا ممكن يكون باب كبير it's a big door، واللي جواته هو عبارة عن نوافذ
windows. Okay, so أنا ممكن أسألك سؤال أقول لك what's this? It's a door أو it's a window. Okay, بدي إياكم بس تلونوهم تفرجوا بعض الصور هذه وتحكوا عن شغلكم هذا الحلو. يعني تحكوا لي it's a door, it's green إذا لونتوا كله green, it's a window, it's yellow إذا كان لونها أصفر, it's a window, it's red إذا كان لونها أحمر, it's a window, it's blue. تمام, احكوا عن شغلكم يا حلوين. إذا نحن بهيك خلصنا هذا الدرس اللطيف, نراكم إن شاء الله في الدرس القادم, رح يكون story اللي هو lesson number 6. Thank you so much, we'll see you soon. لا تنسوا نحن بنحبكم كتير, واشتركوا في القناة للي لسه ما اشترك معنا. Goodbye.